بناء على طلبكم الجزء الثاني او الفيديو رقم 2 من انت وظيفتك صح باللغه الانجليزيه، كنا عملنا بارت 1 وكان ما شاء الله جاب 2000 شير، مش 2000 لايك، 2000 شير. انا بقى عاوز الفيديو ده يجيب يا سيدي 1000 شير بس. ما ينفعش تنطق الوظيفه بتاعتك غلط، اتفرج علينا النهارده يمكن تلاقي الوظيفه بتاعتك. ليتس جيت ستارتد. اول جوب معانا ودي مهمه جدا لو انت عندك عربيه اسمها تين سميث. تين سميث يعني السمكري. تنس ماث، تنس ماث. تاني وظيفة معانا هي ويلدر، اللحام. والنهاردة انا بحاول اقولك وظائف كتير جديدة ممكن ما تبقاش انت عارفها. ويلدر، ويلدر اللحام اللي هو بيلحم، يلحم بوابة، يلحم اي حاجة. ويلدر. اللي بعد كده لكل المهندسين عشان لموني في الفيديو الاولاني ان انا ما جبت سيرتهم وهم على راسي من فوق طبعا، وهي مهندس بالانجليزية engineer. engineer مش engineering. engineering دي الهندسة عشان في ناس بتغلط. engineer مهندس ومهندسة برضو يعني. المراقب في الامتحان بالامريكان انجلش اسمها invigilator. invigilator ما كنتش عارفها دي صح؟ invigilator. وفي البريتش انجلش بنقول عليه proctor. 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 اللي بعد كده المحامي او المحاميين رجال القانون، وانا هنطقها American English تمام؟ بالامريكان انجلش اسمها lawyer. law جامد القانون. law lawyer. lawyer. وعشان تبقى في فرق ما بينها وما بين كذاب، كذاب يعني liar. liar. فدي حاجه liar والتانية محامي. law lawyer. lawyer. الو. وعليكم السلام. محمد باشا. انت جيت لي انت حددت مستوى تقريبا وطلعت في ليفل 4 حاجه زي كده. حضرتك الضابط اللي في ثانيه واحده بس، اصل انا بصور فيديو والمصور عرفني. احنا قلنا في الفيديو الاولاني يعني ايه ضابط ضابط جيش بالانجليزي، قلنا ميليتري اوفيسر ده ضابط الجيش. فخلاص مش خلاص حل بقى من عند دماغي. لا يا عم لا 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 ده احنا بنصور فيديو عن الوظائف فبيقول لي ما تقول ضابط جيش يعني، فاحنا قلناها في الفيديو الاولاني. بما اننا بنتكلم في سكه القانون يعني وكده، والوظيفه اللي بعد كده هي حلم كل فتاه في مصر، وكيل النيابه تمام. ليها اسمين ممكن تقول عليه ديستريكت اتورني، ديستريكت اتورني، او الاشهر بروسيكيوتور. بروسيكيوتور وكيل النيابة. وعادي يعني احنا برضو حلوين يعني وحلم اي. social worker اخصائي اجتماعي سواء في مدرسة او في سجن. social مش social ها عشان ازعل منك. social. social worker. الوظيفة دي بقى كل فتاة بتيجي تاخد عندي كورس بسألها السؤال دوت، عاوزة ليه تاخدي لغة؟ تقولي عشان اشتغل flight attendant يعني مضيفة في الطيران تمام. flight attendant او ممكن نقول عليها air hostess. air hostess okay. flight attendant air hostess. اللي بعده مصفف الشعر الكوافير hair stylist. hair stylist في الامريكان انجلش hair stylist. اي حد شغال في كافيه او شغال في مطعم بس ورا بار ده اسمه باريستا تمام. ده بعد اللي بيعمل لك القهوه كده وبيكيفك وبيظبطك تمام، وبيعمل مشاريب جامده وفي باريستا جامدين طبعا، وظيفه عاليه جدا. باريستا. باريستا. عندنا بقى المذيعين ودول انواع كتير، ففي مثلا مذيع النشره اسمه نيوز كاستر. نيوز كاستر. نيوز في الامريكان انجلش مش نيوز، نيوز دي بريطاني ملناش دعوه بيها. نيوز كاستر. المعلق الرياضي اللي بيعلق على الماتشات اسمه كومنتيتور. كومنت اللي هو تعليق، فمعلق معلق. كومنتيتور. كومنتيتور اللي بيستقبل بقى الناس في البرامج بتاعته زي منى الشاذلي مثلا، هي اللي في دماغي يعني انا ما اتفرجش عليهم اصلا. لو هو راجل بيبقى اسمه تي في شو هوست، ولو هي ست زي منى الشاذلي بتبقى تي في شو هوستس يعني مضيفه. لو بقى لسه في وظيفه في خيالك وظيفه انا ما اتكلمتش عنها عاوز تختبرني مفيش مشكلة، سيب لي كومنت وانا ان شاء الله هقول لك الوظيفة دي ايه، او هنجمع الوظائف ديت ونعمل بارت 3 وبارت 4 كمان يا عم. ايه المشكلة؟ مش كله في الاستفادة وكله في التعليم. اوكي، لو حبيت الفيديو ما تنساش انك تشير وتلايك وتكومنت وتزغرط.
اوكي. That's all for today. Thank you and wish you all the best.